want to thank Khaled Al-Khamisi for coming this evening. We're going to do a short excerpt from the show. حاجة كويسة دي يا باشا ومضمونة ومتجرب. هتنفع دي يالا. يا باشا انت متجربة. هتجيب نتيجة يالا ها؟ يا باشا هتعمل أحلى نتائج. بعد فنجان بن محاوب بالمستيكة يا باشا. حبقى أسعد يرضي الإعلانات. ملك الغابة يا باشا. أنا عايز نتائج. نتائج مضمونة يا باشا اتفضل. ماشي. وريني رخصك كده. رخص سليمة يا باشا حضرتك أنا لا عمري أخدت مخالفة ولا ركاب صف تاني. ماشي ماشي. رخص إيه بقى يا حمادة هتفضل معايا لحد ما النتيجة تطلع. إزاي يا باشا؟ ما بحبش اللوك لوك الجديد. أنت بضرب نار يا باشا. قفل زند يعني زي نقدر نقول فرقة مسرحية مستقلة بس ده تحت اسم براين فارش الكو ديريكتور براين فارش امريكي مخرج امريكي وانا وهو بناخد مع بعض العرض ده عشان هو في يوم بالعربي يوم بالانجلش فاحنا شويه مقسمين الموضوع سواء لو انا عارفه الكالتشر اكتر فانا اقدر ادي شويه هنت على الاداء المصري وكده الروايه براين برده هو اللي اختارها لان هو كان في السعوديه ساعتها بيدرس هناك فبعت لي على الشات عرفته عن طريق جوزي وكده فبعت لي قال انا عايز انزل مصر واعمل تاكسي هو كان قرر الروايه بالانجلش هناك لان هي الروايه طبعا منتشره عالميا انا روايتي اوريدي كنت قاريها من زمان في 2007 قلت له تمام انا عارفاها بحب الروايه دي جدا قال لي احنا نحولها مسرح وفعلا بدانا انا وهو نحولها مع بعض وبعدها جبنا كيفن دين برده راجل بيكتب امريكي بدا برده يعملها شغل دراماتورج ويحولها لمسرح ركبت معايا واحده منقبه من شبرا ركبت ورا وكان معاها شنطه اول ما طلعنا على كوبري اكتوبر لقيتها بتبص يمين وشمال وهوب راحت قالعه النقاب اللي على راسها بصيت انا في المرايه اللي عندي اصل انا عندي مرايه صغيره تحت المرايه الكبيره عشان يعني الواحد يشوف ايه اللي بيحصل ورا ما هو المثل بيقول لك ايه حرص ولا تخونش المهم لقيتها محجبه استغربت وسكت شويه وبدات تقلع الحجاب اللي على راسها قلعت الحجاب اللي على راسها لقيتها رابطه شعرها بالبتاع ده اللي اسمه البوجدي بدات تفك في البوجدي وتحط في الشنطه تفك في البوجدي وتحط في الشنطه شويه بصيت انا في المرايه اللي قدامي لقيتها فجاه بتزعق لي وتقول لي بص قدامك الله طب انت بتعملي ايه في قلب العربيه يا نسا انت مالك انت خليك ركز في الطريق وخليك ساكن بيني وبينك فكرت اوقف العربيه وارميها في الشارع بس قلت يعني دي حرمه وليه الغدار وبصراحه كان نفسي اشوف هتقلع لغايه فين تاني شويه وبدات تقلع الجيبه قلعت الجيبه لقيتها لابسه تحتها جيبه اصغر منها وتحتها شراب اسود مش مبين اي حاجه المهم بدات تقلع في القميص يا ديني على القميص عينيا فجأة اتحجرت على المراية اللي قدامي لما العربية اللي قدامي فرملت كنت هخبط فيها يا راجل يا شايب عيب خلينا على الطريق يعني انا اول ما عرفت عن الاكسبيرينس دي I was very interested قبل حتى ما اقرا النص او قبل ما اعرف الفيجن هتبقى عاملة ازاي او اي حاجة لمجرد ان دي تجربة جديدة وان يعني ده بيخلي الممثل اقوى يعني كأنك دخلت ليفل جديد كأنك بتذاكر حاجة جديدة هو في التمثيل مش مقتنع أنا بكلمة حاجة زي أصعب أو أسهل هو كله أساليب مختلفة من التعبير عن النفس فالفكرة بس إن هو الجديد في الانستوليشن ثياتر إن أنت مفيش قوي مساحة أو حاجز ما بينك وما بين الجمهور أنت بتمثل لحد قدامك كأنك بتكلم واحد صاحبك بس بتمثل قدامه بالشخصية اللي أنت فيها فده اللي بالنسبة لي جميل أو جديد لأن أنت كل ممثل عايز يجرب حاجة جديدة ويحاول يشوف هيعرف يعملها إزاي Suicide was not prohibited. Everyone I know would have committed suicide, myself included, and maybe yourself with your nice red glasses or your blonde hair. Those kids, they did something amazing. They understood that death was the way, and they blew themselves up. They're going to heaven because they are martyrs. Don't you get it? They are brilliant. You know who actually did it? The government. The government did it to ruin the reputation of the Islamists in front of everyone before the presidential elections. Open up your eyes, mister! Politics has always been filthy, not only here, but everywhere.